لقائي جدد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي شوفوا حكايتي. القصة دي أنا اليوم جتنا من قلب مدينة البوليدة. الحكاية راح تحكيها لنا خالتي شهرة. خالتي شهرة اتصلت بالبرنامج حبت تفتح لنا قلبها، حبت تحكي لنا معاناتها خاصة بعد ما صارت لها حادثة، وهذه الحادثة اللي غيرت أمور كثيرة في حياتها. ما نطولش عليكم، روحوا شوفوا حكاية خالتي شهرة ونولوا لكم. مشاهدينا الكرام رانا قدام دار خالتي شهرة، نفضل ان شاء الله من المصور ياخذنا هاد اللقطات يعني باش تشوفوا الوضعيه اللي راهي، الوضعيه الكارثيه اللي راهي هنا فيها هاد العماره وراهي ساكنه يعني خالتي شهرة. الصوره راح تكون ابلغ من الحديث. خالتي شهرة بخير، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، لاباس صحه، لاباس لاباس الحمد لله. خالتي شهرة واش راكي؟ لاباس الحمد لله بخير تما كيما حب ربي. الحمد لله يا ربي. كنت اتصلتي بينا قلتي لنا باللي عندي حكايه، انا حابه نفرغ قلبي، انا حابه نحكي الحكايه تاعي. جوزتي عبالي باللي جوزتي فترات صعيبه في حياتك، جوزتي دي زيطاب ولا مراحل في حياتك. ان شاء الله جينا اليوم نسمعوا الحكايه ديالك، ان شاء الله بالك سلطات يسمعوا حكايتك ان شاء الله. ان شاء الله وشوفوا الحاله ديالك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. خالتي شهرة الناس لما يشوفوا فيك حبوا يعرفوا شكون هذه خالتي شهرة، واش تقولي لهم؟ انا شهرة راني مغبونه في هذا البازار ونطلب منكم تعاونوني توقفوا معايا، راني خايفه ولادي صغار، ما مولا بيتي مو خدامه، انا ماني خدامه، طحت طيحه تاع ليسي سلاها راكم تشوفوا فيا كيف راني. والشوكة في الشوكة أنايا لا بالك لا قلبك خالتي، واني خايفة بزاف في هذا البازار، نطلب منكم تعاونوني، القطرة عليا، ولادي خايفين، ما يرقدوش في الليل، الخوف. معليش درت تقعد وحدها. والله يعني هذه حاجة اللي شفناها يعني كنا طالعين حنا يعني الفرقة التقنية، شغل ما كاش مي باون تحكم، ما كاش مي باون تطلع. معليش خالتي شهرة نمشيو إن شاء الله في الحكاية تاعك حبة حبة. انت كنتي عايشه هنا في بليده؟ انت بنت بليده؟ بنت بليده ايه. صحيتي جوسي لا جونيس تاعك بيان مع العائله ديالك؟ شويه تقدري تحكي لي شويه هكا شويه بينا ميزيريه. حبستي قرايه ولا كملتيها؟ حبستها. حبستيها تزوجتي؟ تزوجتي. تزوجتي تزوجتي مع هاد السيد هذا لك مع الانسان هذايا كيما كاع الناس، حبيتي تفتحي دار، حبيتي ديري دار؟ حبيت ندير دار لوليداتي ونرحل من هذا البازار، نرحل باسكو بزاف راهي ميزيريه عندنا بزاف، طحت طيحه قريب بنتو خليت ولادي، راني نمشي ماني حتى حاجه، نطلب من الناس يقفوا معايا، الناس المحسنين يقفوا معايا باش نقدر نوض لولادي، نطيب لولادي، نوقف مع ولادي، مانيش عارفه. نطلب من الوالي تاع البليده يرحلنا من هذا البازار، يرحلنا، الحجر يطيح علينا، الدنيا علينا، القطرة، طبات حاشاك، الفيران، حنوشة، كل حاجة في هذا البازار. معليش خالتي مالك، إن شاء الله نزيدو نمشيو في الحكاية. قبل ما نروحو إن شاء الله الحكاية كيفاش حتى صارت وين طحتي. خالتي مالك عفوا خالتي شهرة، كنتي عايشة هنا مع الدراري؟ مع ولادي إيه. كيفاش كي عايشة فهاد الدويره صغيره هادي مع بناتك مع واش ندير؟ قاعد ترقدوا هنا؟ لا نقعدوا هنايا، الله غالب ما كاش. كيفاش كتجوزي يا ماتك خالتي شهرة؟ راني صابره لربي وخلاص، واش ندير؟ يعني كنا قبل ما نبداو التصوير كنت حكيتي لي قلتي لي باللي طحت شحال من خطره. طحت شحال من خطره؟ زوج خطرات طحت في البازار هنايا. تقدري تحكي لي يعني؟ كنت دايا وليدي يقرا الصباح، طلقت الباب دا يا وليدي، طلقت طحت فينك في رجل هذه اللي منايا، ومرة الزوجة فينك زدت طحت، مرة التالية طحت منها من التاقة. هنا ورانا نشوفوا يعني خلات لك نقدر نقولوا بلي عاهة مستديمة خالتي، ماكش تقدري تمشي؟ ما نقدرش كاع، خصني العظم باش نوقف. كيفاش حتى صارت باش طحتي هنا خالتي؟ ما كاينش، كنت طلعت الفوقة باش نتبدى حويجات وليداتي ونشرب، طحت عليا البربينه هذيك طحت لتحت. طحتي كاع لتحت؟ كاع لتحت ايه. خالتي شهرة فقتي صباح لقيتي روحك باللي راكي في المستشفى؟
شكون اللي كان معاك؟ كيفاش؟ ما كانش غير ولادي، ما كانش غير ولادي يصبروا فيا. انا مشيت جايبه كاع خبر، ما عرفتش كاع كيف. مشيت جايبه كاع خبر، ما على باليش كاع وراني، حتى صرت الحدايد في رجلي. حسيتي على رجلك لقيتي الحدايد؟ حسيت رجلي كاع ما كاش، ما كاش، ما كاش، رجلي كاع دايره ما كاش. الله اكبر. ريحتي شحال ريحتي في المستشفى؟ شحال ريحتي في العام؟ عام عام وانت في لابيطال. احكي لك فاش تجوزتي هذاك العام هذاك في لابيطال؟ تجوزت نروح نولي ميزيرية، نروح ونولي زادوا داروا لي الحديد من تحت، حاشاك داروا لي حديد من تحت تشكولي، زادوا داروا لي واحد زوج حدايد هنا ما كاش. قالت لي لازم غير داروا لك العظم باش توقفي، بك خصني العظم. لازم لك عملية العظم هذا اللي نوقف به لازم. تجوزتي عام خالتي؟ عام ولا غير عام، مانيش نمشي. على بالي بلي كنتي بالك في السبيطار وكان قلبك عند ولادك. سطر وكيتني سطر، سطر الليل مع النهار كاع ما نرقدش. ولادك كيفاش؟ كون كان قايم بهم؟ ما كاش ولادي، مساكن ولادي غير مولا بيتي اللي واقف معاهم، ولا عجوزتي. والعائلة ديالك، بابك حي، الأم ديالك حي؟ يما ميتة، بابا ميت، عندي أختي هي اللي كانت تدي حوايج تاع ولادي تغسلهم. من هي تديهم حتى مسكينه، حتى البوعي ما تغسلهم لي، تنقيهم، جزاها الله خير، كثر خيرها. وما كاش اللي يوقف معايا ابارا جوستي ولا مولا بيتي. مولا بيتي هو اللي بكى عليا، هو اللي بكى عليا، هو اللي وقف معايا. كنت كلش تحتي، ما كاش ما نوقف مع حتى حاجه. مولا بيتي هو اللي بكى عليا، هو اللي درى عليا، هو اللي كلش. خالتي شهره، انا نشوفو بلي كي عاودنا جبدنا لك الحكايه، نشوفو دموع في عينيك. انا حابه نوقف لولادي برك، اللي طالبه بالناس المحسنين يعاونوني باش ندير العمليه، باش نوقف لولادي الصغار. ونطلب من الوالي تاع اللي رحلني، رحلنا من البصر. انا مغبونين، رحت من متاقة، انا مغبونين بزاف. أنا قاعدة وخايفة في البازار هذا، قاعدة وخايفة في داري. وراي اللي مرا قاعدة في دارها وخايفة، كلش طايح علينا، كلش هابط علينا. أنا خايفة برك ما عندكش ميزيد يصرى علي. خالتي مالك؟ وشكون راه يقوم بالحالة اليوم؟ راني نشوف بلي ماكش تقدري تمشي. أنايا، أنايا عندي بنتي تنوض تخملها كتغسل المواعن وكاع في ساعة الطيبة، أنا نطيب لهم. ماكاينش اللي يطيب لهم. وانت بهذه الحالة انت طيبة؟ اي نسحم هكا ونطيب لهم، على الكايبين وناسي ونطيب لهم. هاك دخلتي. ماكاينش اللي يطيب لهم. خالتي شهرة، شفنا باللي العائلة تاعك وقفت شوية معاك ولا لا؟ لا ما كاين، زاد مولا بيتي دار اكسيدون، فاني كرهو رجلو مريضة بلي بيكي، ماكاينش مسكين كاع، ماكاين حتى واحد اللي واقف معانا. وكفي زوج رانا هكا. صافي انا نشوف باللي تلموا عليك زوج حوايج على ضربه خالتي. انت يعني ما قدرتيش تمشي، وثاني الزوج ديالك، وعندكم مدخول، باش راكم تصرفوا؟ وراكم تصرفوا. عندناش مدخول، مولا بيتي هو يخدم، يخدم هكايا براك شما وراه بهذه الحاله ويخدم. ما كاينش اللي يجيب لنا، شكون اللي بينا؟ ما كاين حتى واحد. صافي لو كان ما يكونش كان عنده كاميون دار بيه اكسيدون، هذاك الكاميون كاع راح فيها، ما كاش هو يخرج كاين ينقش من 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 منو يجيب القوت لولادو. راني مغبونه نكذب عليك. هذاك الوجع خالتي استر، خليها لربي، استر لي يقبضني، خليها لربي. عاودتي استراحتي شفتي طبيب؟ رحت وشفت، ومن قالوا لي الله غالب دوك الوباء ما نقدوش نديروا لك العمليه. قالوا لي الوباء لازم ديريها في البريفي. خالتي شهرة، حنا ان شاء الله ماني نحوس ولا نحوس نوقف لوليداتي وناس المحسنين يوقفوا معايا يشوفوا الوجه ربي، ويخزر علينا، يخزر فينا الوالي تاع البليده، الوالي تاع البليده يخزر فينا بعين اعتبار. انا مغبونين 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 ان شاء الله. ما حش تبقى الحاله هكا ان شاء الله يا ربي، ومازال كاين الخير، ومازال كاين الناس الخير ان شاء الله، يا ربي يشوفوا الحاله ديالك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. خالتي شهرة، مقتيل شحال في عمرك؟ عندي 48 سنة. 48 سنة، 48 سنة، معليش بطولة الأعمار.
ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظك وليدي. امين امين ان شاء الله. شوفوا الوجه ربي، مانيش حابه نخرج منها ميته، ماني حابه نخرج سليمه من على وليداتي. الوجه ربي راني خايفه خايفه. ان شاء الله يا ربي نقول لك يعطيك الصحه وسمح لنا بالك. الله يسلمك وليدي. بالك ديرونجيناك. لا حاجه. عاودنا فكرنا في الحكايه تاعك. معليش معليش وليدي. نقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك.